حضرتك يا دكتور ونروح للطالب شوية. في طلاب يعني مع بداية فترة الامتحانات بيكون عندهم فوبيا الخوف، يعني بيتوتروا بزيادة، بيقلقوا بزيادة. في منهم اللي بيدخل الامتحان وهو مذاكر كويس جدا، بس مع فكرة امتحان وابتدى يخاف ويتوتر بينسى طبعا كل اللي ذاكره، ودي بتحصل. ازاي نقدر نعالج ده؟ هو لما بيخاف هنا العقل بيتوقف عن انه يسترسل معلوماته، فهو هنا العقل التحليلي بتاعه خلاص عمل له جزء من العجز. فبالتالي انا بقول له ايه؟ ان انت اول ما تمسك ورقه الاسئله، لان هم بيدوا ورقه الاجابه الاول اللي بنسطرها ونكتب فيها المعلومات، ابدا باسمك الاول، لانه في طلاب كتير ممكن من كتر الخوف تنسى تكتب اسمها مع الاسف، تمام؟ وممكن المراقب ما يحس الموضوع ده. اكتب اسمك، استعين بالله وقول شويه ادعيه، دي أول حاجة. تاني حاجة، ابدأ لما تاخد ورقة الأسئلة اقرأ الأسئلة كلها، ما تقعدش مركز على كم سؤال أنت كنت متوقعه، اقرأ الأسئلة كلها، وأول ما تلاقي سؤال عارفه حلو جدا اعمل لي هامش، لأن الحاجات دي بتعلي كمان من درجاتك. اعمل هامش على جنب بالمسطرة واكتب العناصر الأساسية في الهامش ده قبل ما تنساه، لأن الخوف ممكن يخليك تنسى حتى السؤال اللي أنت عارفه. بالظبط. الهامش ده هيفكرك، انقل بقى بس تكتب لي رقم السؤال، يمكن رقم 3 وأنت تبدأ فيه في الأول، فتقول السؤال رقم 3 وتكتب العناصر بتاعته على جنب خلاص، وتبص على باقي الأسئلة، لقيت فيه حاجة عارفها حلوة كمل بقى الإجابة بتاعه السؤال ده. ومجرد إن أنت تبدأ بسؤال عارفه وتفرد فيه العناصر بتاعته اللي أنت كاتبها على الهامش، انقلها لي بقى في الورقة بشكل جيد. الكلام ده بيريحك ويريح المصحح، لأنه هو مش بيحب الكلام العام، الكلام هو مش موضوع إنشاء. فالمهم إن العناصر دي تنزلها على شكل فرائض، وده اللي انا عايزه اقوله للطالب. كل ما بتذاكر بطريقه الخرائط الذهنيه، كل ما بتعرف تسترسل الاجابه وما تنساهاش، والمصحح بيبقى مبسوط جدا من صحيح. ورقتك. اذا انت هتبدا تكتب العناصر بتاعت السؤال بتاعك على جنب عشان ما تنساهاش، ثم خلاص هديت وعرفت كم سؤال عارفه في الامتحان، ابدا بقى باللي انت عارفه. مجرد ان المخ يفتح ملف بتاع انا فاكر وفاهم المعلومات ومتذكرها وبسترسلها، هيهدى ويقدر يجاوب. صحيح صحيح جدا، دي حاجه معروفه، دي حاجه علميه بحته يعني. طيب. دايما كانوا يقولوا لنا زمان ابدا بالسؤال اللي تعرفه وسيب السؤال اللي ما تعرفوش في الاخر. بس اتعلم وتعمل علامات على اللي انت حليته واللي انت ما حليتوش، ويا ريت ما تستعجلش وانت خارج من الامتحان علشان تقول لنفسك انا شاطر وتطلع بدري. لا، هو العبره مش ببدري، كل ما تخرج بدري اعرف كويس انه في خلل في اجاباتك، فراجع تاني الاجابه بتاعتك مره واثنين وثلاثه، وشوف يمكن في حاجه معلومات مهمه جدا كانت ناسياك. بالظبط. ودايما مالكش دعوه باللي حواليك، افصل افصل من صاحبك اللي خرج قبليك، من موقف حصل في اللجنه. كل ما انت بتبدا تبقى مع نفسك وتبدا تحل بالطريقه اللي انت اعتدت عليها قبل الامتحان، انت المفروض كنت بتدرب نفسك على امتحانات وبتدي نفسك تايم قبل الامتحان. وده اللي عايزين نقوله للطلاب، خلي الاسبوع اللي قبل الامتحان هو اسبوع تدريب على الاجابه بتاعه الامتحانات. صحيح، ليس حشو أسئلة. طب يا دكتور انا حابه اروح مع حضرتك لليله الامتحان، اليوم اللي هو قبل ليله الامتحان، ازاي نستعد فيه جسديا ونفسيا، وكاسره اب وام اتعامل ازاي مع ابني في اليوم ده؟ طبعا احنا بنهيئ له جو مناسب، ما نقعدش نضغط عليه ونقول له راجع، ما هو اللي تراجع تراجع، لان الاستعداد للامتحان هو استعداد من اول يوم بدخل فيه المدرسه او الجامعه بتاعتي، هو مش استعداد في اخر يوم. فاذا اليوم اللي قبل الامتحان هو تحصيل حاصل السنه كلها، دي اول حاجه. حاجه ثانيه، ادي له الثقه في نفسه، وقبل الثقه في نفسه الثقه بالله سبحانه وتعالى، ان مجهودك ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله هيكلله بالنجاح ويساعدك في الامتحان. ان انا اعمل ايه؟ ان انا ما اخليهوش يسهر كتير، ان انا اديله الحاجات اللي بتنشط الذاكره بتاعته، منها مثلا اللوز، منتجات الالبان، الاسماك، ممكن الام تعمل اكله مفيده، سلمون حتى مش ضروري تشتري حاجه، لان الحاجات اللي فيها اوميجا 3 بتقوي الذهن جدا وتنشط عضله المخ، بلس ان انا اخليه يقوم يعمل برضه رياضه، يديني ساعه مراجعه فقط، لان انا هروح امتحن ماده، فانا عاوزه ساعه مراجعه فقط كمراجعه. مش مراجعة للمادة، مراجعة لإيه بقى؟ مراجعة لإيه؟ لعناصر المادة اللي أنا رايحة امتحن. والكلام ده في منتهى الخطورة. أنا عارف إن أنا رايحة امتحن مادة ما، لغة عربية بس. لكن كام درس أنا عارف إنه مقرر عليا، وكل درس اسمه إيه؟ وكل درس العناصر بتاعته إيه؟ عن طريق الخريطة الذهنية بتاعتي، الدرس الأول كان موضوعه كذا،
وتحتيه 5 6 عناصر، الدرس الثاني موضوع كذا وتحتيه 5 6 عناصر. انا عايزه ورقه فاضيه كده زي اللي انا ماسكاها اهي، فيها 5 6 موضوعات اللي انا داخل امتحنهم، اسمائهم والعناصر اللي تحتيهم. مش عايزه اي معلومات ثانيه تذاكرها، بمجرد ان انت بتكتب دول كل المعلومات بتلاقيها ما شاء الله في الامتحان لوحدها بتبدا تسترجعها. صحيح. لكن انت تدرس الماده كلها استحاله، وهتعمل لك لود وضغط. فالامهات ما يفتكروش انه قبل الامتحان بيوم هيقعد يذاكر فيه، بالزبط. لا، هيفطر كويس ويتغدى كويس ويتعشى كويس وينام بدري ويفطر كمان وهو رايح الامتحان. عايزين نتكلم عن يوم الامتحان سريعا كمان. اتفضلي يا دكتور. يوم الامتحان يفطر قبل الامتحان فطار خفيف، يعني ممكن برضو ألبان، لو عنده اي شيء ضد الألبان ممكن يفطر حاجه او يشرب حاجه دافيه، ومعاه اي سندوتش بعيش بلدي، تمام، ويشرب ميه كتير. مجرد على ما يروح الامتحان هيبقى الموضوع بقى مش فيه بقى ان هو الدم هينزل يهضم الطعام والمعده، لا، لان الابحاث قالت ان الطالب اللي بيفطر اجاباته وهدوءه النفسي بيبقى اكتر من اللي رايح معصب معدته علشان هو خايف ياكل علشان الامتحان. لا، تفطر كويس جدا، ممكن تعمل رياضه 2 أو 3 دقائق الصبح كده، يعني كلنا عارفين طبعا الرياضات اللي ممكن تتعمل. خد تنفسات عميقه الصبح، يعني تنفس، خد شهيق كويس جدا، وبعدين زفير على 3 4 مرات. التنفسات التفريغيه ممكن اقرا عنها على جوجل، 4 شهيق 4 زفير، ده مهم جدا ان احنا نعمل. بعد كده ندخل امتحاننا واحنا هادين جدا وما نفكرش في اي حاجه، وما نربطش اولادنا رايحين الامتحان علاقتهم بينا للمره المليون. حل واعمل اللي قولي له كده، حل واعمل اللي عليك. وربنا سبحانه وتعالى هيكون معاك. اما الكلمات يعني الكلمات اللي حضرتك توجهيها للام والاب اللي يقولوها لاولادهم يوم الامتحان، يعني اتفضلي يا دكتور. اكلمهم بكل بشاشه، ويعني ابقى انا مصدر الايجابيه ليهم ومصدر الدعم والمساعده والمسانده النفسيه. ان شاء الله الامتحان هيجي على مستواك وتقدر تحل كويس جدا. خليك بالراحه كده على نفسك، اللي تقدر تحله حله، اللي ما تقدرش حبيبي ما تحلوش، يعني ادي له مساحته واكتب اي حاجه قريبه حتى من الاجابه بتاعته اللي انت فاكرها. خلصت الامتحان ما تتكلمش في الامتحان بعد ما تخرج ولا تعيط ولا ايه، خلاص خلص. مجرد ان انا اخرج من باب اللجنه اذا اصبح شيء ماضي. لو انت حاسس ان انت غلطت في حاجه عوضها في الامتحان اللي بعده، سواء في ترتيب، سواء في مراجعه، سواء في حاجه غلط انت عملتها وانت قاعد بتمتحن، تناشاها في الامتحان القادم. ده اهم حاجه. وبعدين الحضن، الوداع الجميل واحنا واقفين في اللجنه، ما نقعدش بقى ان احنا متوترين ومستنيينك تحت، لا، ناخد المواضيع ببساطه، كل ما احنا هنكون هادين بننقله هذا الهدوء. حل اللي تقدر عليه، مفيش اي حاجه، الامتحان مش نهايه الكون. ما نربطش علاقتنا برضو بامتحان اولادنا ودرجاتهم، لانه كتير من الابناء بيصابوا بالاحباط داخل اللجنه علشان خايفين من بابا وماما لما يرجعوا من الامتحان يقولوا لهم. يا ريت يا دكتور فعلا كل اب وام بيسمعونا ينفذوا النصائح اللي حضرتك قلتيها. انا بشكر حضرتك جدا.